فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة كويسة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية وفرصة ممتازة جدا. بس قبل ما أتكلم على الفرصة دي حاب أوضح لدي قناتنا، قناة منح من كل ألوان، بتعرض فرص ومنح بشكل مستمر. ياريت تتصفحوا القناة تلاقوا عليها منح كتيرة جدا، بالإضافة كمان ده الويب سايت الرسمي لينا هتلاقوا عليه فرص ومنح كتيرة برضو، ياريت تتصفحوها. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. منحة النهاردة هي عبارة عن منحة تدريب وتبادل ثقافي ممولة بالكامل ومتاحة للجميع في أمريكا. طيب خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. الدولة اللي فيها المنحة هي دولة أمريكا، هتكون في مدينة واشنطن، التدريب في مدينة واشنطن. بالنسبة للجهة المانحة اللي بتقدم هذه المنحة هو هارفارد يوس فيلوشيب، تمام؟ ودي مؤسسة هدفها تقديم المساعدة والتدريب للشباب في مجالات عديدة طبعا، وهنتعرف ايه هي المجالات اللي هيكون فيها هذا التدريب او التدريب ده اهدافه ايه. بالنسبة بقى للتمويل، بعد لما عرفنا الجهة المانحة، التمويل اللي هتقدمه المؤسسة دي، اول حاجة تذاكر الطيران مجانا من بلدك الى مدينة التدريب واشنطن في امريكا. تذاكر الطيران على حساب المنحة، انت مش هتدفع اي تكاليف خالص، تمام؟ تاني شيء هيكون في راتب شهري كبير. طبعا هم ما حددوش كام الراتب الشهري، ولكن في الاعلان الرسمي ليهم قالوا ان الراتب الشهري ده هيساعدك انك تغطي تكاليف السكن، وجبات الطعام، اي احتياجات شخصية، يعني هيكون راتب كافي جدا. كمان هيكون في سكن ممتاز جدا مزود بالانترنت بجانب الراتب الشهري، في الراتب الشهري احتياجات الشخصية، وفي السكن مزود بالانترنت وجبات الطعام وكل الخدمات مرفقة في هذا السكن. كمان المنحة دي من مميزاتها انها توفر لك خطاب قبول اللي هيساعدك على السفر بكل سهولة بدون تعقيدات، يعني تقدر تسافر الى امريكا، بيتم ارسال ليك اوراق زي ما هم قالوا في موقعهم الرسمي، بيتم ارسال ليك انفيتيشن ليتر. الانفيتيشن دي بيكون موضع فيها كل التفاصيل، مش مطلوب منك حساب بنكي، مش مطلوب اي تعقيدات، بتملى للفيزا بتاعت امريكا وبتسافر بكل سهولة. كمان كل رسوم التدريب على حساب المنحة، انت مش بتدفع اي شيء خالص لهذا التدريب. طيب بالنسبة للدول المتاحة للتقديم، متاحة لجميع الدول سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية، بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة. طيب تعال بقى نعرف دلوقتي التدريب ده فوائده ايه او ايه اهدافه. اول حاجة التدريب ده هيكون حول كيفية تعزيز الديمقراطية في المجتمعات وعرض افكار حول ذلك. المؤتمر ده او التدريب ده، يعني التدريب شامل عدة مؤتمرات ومحاضرات. في التدريب ده هيتم التحدث عن الديمقراطية، اهدافها في المجتمع ازاي، يعني تتعرف مفاهيم اكتر عن الديمقراطية وتعرض افكار لو عندك. كمان هتقابل شباب اخرين من جميع انحاء العالم وتتعرف على ثقافات اخرى، هيبقى معاك ناس من دول مختلفة كتير وكمان ناس من امريكا، فانت كده بتعرف على ثقافات وبتقابل ناس جديدة وبتعمل صداقات وبتكون صداقات جديدة. كمان هيسعى برنامج زمالة هارفارد للشباب الى بناء مهارات القيادة وتسخير امكانيات النشطاء الديمقراطية الشباب من جميع انحاء العالم، يعني كمان هينمي عندك مهارات القيادة، ازاي انك تساهم في بناء مجتمعك، ازاي انك تنمي مهاراتك، اي مهارة عندك ازاي تزود منها وتنميها وتخليها افضل، تمام؟ فمواضيع الديمقراطية هتكون حوالين مواضيع المؤتمر هتكون حوالين الديمقراطية وتعزيز مهارات الشباب. عندنا هنا بعض الملاحظات لازم تاخد بالك منها. المنحة دي متاحة للطلاب والخريجين من اي مرحلة دراسية وتخصص، يعني انت سواء طالب سواء خريج متاح لك التقديم، مفيش مشكلة خالص، بتقدر تقدم على المنحة بكل سهولة، سواء بتدرس بكالوريوس ماجستير دكتوراه اخر سنة ثانوية عامة، متخرج وبتشتغل، كل الناس تقدر تقدم عليها. كمان المنحة دي مش محتاجة منك بقى شهادة لغة ايلتس تويفل والكلام ده كله، لا بتقدر تقدم عليها بدون شهادة اثبات اللغة. ركز بقى معايا في النقطة دي، لا يتجاوز عمر المتقدم 30 عاما. الشرط الوحيد في المنحة دي ان سنك ما يعديش 30 سنة، لو اكتر من 30 سنة، يعني لو اكتر بسنة بسيطة ممكن تقدم، انما مثلا 35 40 اكتر بيبقى صعب جدا التقديم وما بتكونش مقبول في المنحة، تمام؟
بالنسبه للاوراق المطلوبه في المنحه دي عندنا اوراق بسيطه مش معقده، السي في بتاعك ويفضل ان هو يكون بشكل كويس وبشكل احترافي. مطلوب بقى من ضمن الحاجات المهمه في الطلب خطه بحث قويه عن الديمقراطيه، تعمل زي بروبوزال كده او ريسيرش عن الديمقراطيه وتكتبه بشكل ممتاز. كمان مطلوب 2 خطابات توصيه اونلاين وتحطهم في الابلكيشن. تمام. كيفيه التقديم، بالنسبه للتقديم للمنحه دي بيتم ملء الابلكيشن اونلاين مع ارفاق الاوراق المطلوبه. في ابلكيشن اونلاين بتملاه وبتحط فيه الاوراق دي. موعد بدايه التدريب والتواجد في امريكا، التدريب ده بيبدا من 1 مارس حتى 31 مايو 2022، يعني تقريبا التدريب ده 3 شهور انت بتاخدهم، وده بيبدا من سنه 2022. تمام. اخر ميعاد للتقديم في المنحه دي هو 31 يوليو 2021، ده اخر ميعاد للتقديم في المنحه. هنا عندنا ملاحظه كمان، ما تنسوش ان قناتنا قناه منح من كل الالوان بتوفر خدمات اضافيه زي ان احنا بنوفر منح دراسيه مضمونه القبول 100% في الصين، وفي ناس كتير قدمت من خلالنا، وفي فيديوهات لاراء ناس هتلاقوها موجوده على القناه. كمان خدمه التقديم بشكل احترافي لاي فرصه ومنحه انت عايزها، لو عايز تقدم من خلالنا على المنحه دي متاح. خدمه تجهيز الاوراق بشكل احترافي، لو عايز اوراق معينه تستخدمها في التقديم لاي منحه بنجهز لك برضو الاوراق. وخدمه التقديم على الكورسات عشان تزود من مؤهلاتك وحظوظك في المنح والفرص. ولو عايز اي خدمه من الخدمات دي بتلاقي رابط استمارات كل الخدمات في صندوق الوصف اسفل الفيديو، وبرضو موجود هنا رابط خدماتنا بتضغط عليه زي كده وبيفتح معاك رابط خدماتنا وبتختار الخدمه اللي انت عايز تقدم ليها من خلالها. تمام. ده الصفحة الخاصة برابط خدماتنا، هتلاقوا هنا كل الخدمات، خدمة التقديم للمنح، ضمان القبول في الصين، تجهيز الأوراق، التقديم على الكورسات، شوف الخدمة المناسبة واضغط على قدم الآن واملأ الاستمارة وهيتم التواصل معاك وترتيب ليك كل شيء إن شاء الله. طيب خلينا دلوقتي نروح بقى نشوف الإعلان الرسمي للمنحة، تيجي تضغط على كلمة الإعلان الرسمي للمنحة عشان يفتح معاك كل التفاصيل. كل التفاصيل اللي أنا قلتها هنا باللغة العربية هتلاقوها موجودة على الموقع الرسمي للمنحة باللغة الإنجليزية. طبعا ده الموقع الرسمي. تمام. هورفورد ياس فيلوشيب، هتلاقوا عليه كل التفاصيل هنا. تمام. كل التفاصيل هتلاقوها موجودة وبيشرح لك أهداف المؤتمر ده إيه برضو في الجزء ده. طيب خلينا دلوقتي بقى نروح نشوف كيفية التقديم. هتيجي تضغط على كلمة قدم الآن دي عشان يفتح معاك أبليكيشن التقديم. تمام. ابلكيشن التقديم هو مش معقد بس لازم تتبع فيه الخطوات بالظبط وتملى فيه كل شيء على حده. هتيجي تضغط على كلمه كرييت نيو اكونت. تمام. طيب انا كنت السنه اللي فاتت شرحت كيفيه التقديم للمنحه دي ووضحت كل التفاصيل ومليت الابلكيشن وشرحته بالتفصيل، فانا مش هعيد نفس الشيء تاني، وانما انا هحط لكم جزء من الفيديو السنه السابقه اللي انا شرحت فيه المنحه دي، وهو نفس طريقه التقديم، مفيش اي اختلاف خالص، بس هتتبع نفس الطريقه وتقدم للمنحه بنجاح. تمام. طيب الابلكيشن هيفتح معايا بالشكل ده، هتنزل تحت شويه كده هتلاقي ان في حاجتين، بيقول لك لوجن او كرييت نيو اكونت. طيب انت كمستخدم جديد لسه كاول مره تخش على الموقع، تروح حضرتك رايح ضاغط على كرييت نيو اكونت عشان تعمل اكونت جديد على موقع المنحه. هيظهر لك هنا ان انت محتاج تكتب الايميل بتاعك، تحط الايميل الشخصي بتاعك. بعد لما تحط الايميل تضغط على كلمه سبميت. لما تضغط على كلمه سبميت هتوصلك رساله على الايميل بتاعك اللي انت كتبته هنا. الرساله دي بتحتوي على لينك تفعيل، تضغط عليه وتعمل كرييت باسورد، يعني تتبع الخطوه اللي هي الخاصه بالرساله اللي هتوصلك على الايميل وتعمل كرييت باسورد. بعد كده حضرتك تروح راجع تاني وبتعمل تضغط على كلمه لوجن دي هنا. تمام. انا طبعا عندي الابلكيشن فانا هعمل منه لوج اوت دلوقتي عشان اوريكم بس ازاي ممكن تعمل لوجن. فالمفروض لما حضرتك تعمل لوج اوت هيفتح معاك بالشكل ده، هيفتح معاك كده، تروح تضغط على لوجن وبعد ذلك هيفتح معاك اول حاجه بالشكل ده. الشكل ده بيقول لك يعني ممكن تعمل يوز انذر اكونت، تعمل بقى ساين ان، تحط الايميل بتاعك وبعد كده تضغط وتحط الباسورد بتاعك وبعد كده تخش للابلكيشن. طيب انا اوريدي عندي اكونت اللي هو ده مسميه كده اشرف، فهضغط عليه. تمام. عشان ادخل بقى للابلكيشن بتاعه وده الباسورد، خلاص انا اوريدي عملت باسورد لما الرساله وصلتني على الايميل، وبعد كده اضغط على كلمه ساين ان عشان ادخل للابلكيشن. تمام. بعد كده تضغط على كلمه يس. وهنا دي الواجهه الرسميه للابلكيشن او اول صفحه للابلكيشن. طيب هتلاقي حضرتك هنا عندك كذا سيكشن مقسمينها لكذا حاجه، ولازم تخلص كل سيكشن من دول، جنرال انفورميشن، كونتاكت انفورميشن، كل حاجه من دول لازم تدخل عليها وتخلصها، وبعد كده في الاخر تضغط على كلمه سبميت ابلكيشن. طيب تعال نبص كده على جنرال انفورميشن، تروح ضاغط على كلمه ستارتد. تمام.
فلما تضغط عليها هتلاقي ان مطلوب منك حاجات لازم تملاها هنا، شوية معلومات عنك، اسمك، تاريخ ميلادك، الجندر بتاعك، كل ده تكتبه هنا، وجنسيتك، وبعد كده تعمل سيف اند ريتيرن، تمام، وتخش على الخانه اللي بعدها اللي هي الكونتاكت انفورميشن، تخش عليها. في الخانه دي مطلوب من حضرتك انك تتكلم عن العنوان الحالي بتاعك، انت مقيم في اي دوله، الشارع، المدينه، كل الاشياء دي، يعني العنوان الحالي تتكلم عنه، وتحط البريد الالكتروني بتاعك ورقم الهاتف بتاعك، تمام. خلصت الخانه دي تعمل سيف ريتيرن وتخش على الخانه اللي بعدها اللي هي انجلش، تمام. هنا كاثبات اللغه الانجليزيه بيقول لك لازم على الاقل يكون عندك محصله من اللغه الانجليزيه. طبعا هم مش طالبين اي شهاده لغه انجليزيه، ولكن مطلوب منك على الاقل تكون بتعرف شويه انجليش عشان لما تروح هناك تقدر تتجاوب مع الناس، تقدر تفهم الناس شويه، تتكلم شويه. طبعا ما ينفعش ان واحد 0% انجليش ويعني يحصل على منحه او يسافر لمنحه، لانه مش هيعرف يتكلم مع الناس، يتكيف معاهم، يناقشهم، تمام. فلازم يكون عندك شوية انجليش. فبيوصف لك هنا بيقول لك انت في التحدث مهاراتك ايه، انت كويس في التحدث ولا ضعيف ولا ممتاز ولا ايه بالظبط. فتجاوب بالنسبة للسبيكينج، ريدينج، رايتينج، ايه هي لغتك الاصلية، نيتيف لانجوج مثلا، اكتب عربيك لانجوج، تمام. كل ده تجاوب عليه. بعد كده تعمل سيف اند ريتيرن وتخش على الخانة اللي بعدها اللي هي الفيلوشيب انفورميشن. بالنسبة لمعلومات المنحة هنا هتلاقي عندك شوية أسئلة بسيطة جدا، بيقولك هل أنت قدمت للمنحة دي سابقا، شاركت في منح سابقة، إزاي عرفت عن المنحة دي، مين اللي قالك عنها، كل ده تجاوب عليه، تمام. بعد كده تعمل سيف أند ريتيرن وتخش على الخانة اللي بعدها، ودي بقى الجزئية. فاكرين لما قلنا هنا في خطة بحث، لما اتكلمنا هنا وقلنا في حاجة اسمها خطة بحث لازم تعملها، أهي هي دي خطة البحث، Project Proposal Information. لازم تكتب هنا خطة بحث، هتلاقي هنا بيشرح لك عن خطه البحث لازم تكون ازاي، وبيقول لك ان هي تتكلم عن الديمقراطيه، وهنا في المكان الفاضي ده كله انت بقى اكتب خطه البحث بتاعتك، تمام كده. طيب كتبت خطه البحث وكله تمام، تعمل سيف اند ريتيرن وترجع تاني للصفحه الرسميه، وهنا بالنسبه للريسيوم اللي هو السي في بتاعك تضغط على الجزئيه دي، وهنا بيقول لك اعمل ابلود للسي في بتاعك، حط السي في بتاعك السيره الذاتيه، تعمل لها ابلود، وبعد كده تعمل سيف اند ريتيرن، وبعد كده تروح للريفرنس انفورميشن اللي هي التوصيه الاونلاين. وهنا شرحنا طبعا التوصيه الاونلاين كتير جدا، وقلنا اللي انت بتجيب يعني اشخاص تعرفهم، سواء اساتذه كانوا عندك او اصحاب عمل، وبيتم كتابه بياناتهم هنا، وهم بيوصلهم رساله على الايميل بتاعهم فيها بعض الاسئله من المنحه، هم بيجاوبوا على الاسئله دي، تمام. فتحط بيانات شخصيين هنا، بعد كده تضغط على سيف اند ريتيرن، ولما تضغط على سيف اند ريتيرن كده انت خلصت كل سيكشن، كل سيكشن من دول احنا دخلنا عليه وخلصناه. فحضرتك بقى تروح في النهايه تعمل ريفيو، ان انت بتراجع كل البيانات اللي انت كتبتها هنا، وتضغط على كلمه سبميت ابلكيشن، ويبقى انت كده قدمت للمنحه بنجاح، تمام. وهنا هتلاقي حاجه اسمها جنريت بي دي اف، لو انت عايز تحتفظ بنسخه من المعلومات اللي انت كتبتها هنا ممكن قبل ما تعمل سبميت ابلكيشن تضغط عليها، وهتنزل لك نسخه من المعلومات دي وتحتفظ بيها، يعني لو احتجتها لاحقا في أي شيء. وبكده نكون شرحنا كل تفاصيل المنحة، كل شيء موضح ليكم هنا، رابط التقديم موجودة تحت ورابط خدماتنا الإضافية. ما تنسوش آخر ميعاد للتقديم، عفوا أنا قلت 31 يوليو، هو 3 يوليو 2021، تمام. فكده شرحنا كل شيء بالتفصيل، وإن شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في المنحة دي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.